بونسوار ميشا. بونسوار هشام، عندك شي إذا بتحب تقول شي عن الموضوع هلأ؟ لا عن المأساة بدي أجرب بقى ما أقول، لأنه زعلنا كتير خلال هالأسبوع اللي مرق، وعم ننتقل من أم شهيد لأم شهيد تاني، نبكي معهم كل واحد لوحده. عم نسمع كتير، عم نسمع أغاني ماجد الرومي وأغاني جوليا بطرس، ونشوف مشاهد الانفجار. خلص تشبعنا المصيبة على الآخر. بدي أقول إنه بدي أجرب أعطي للي عم بيحضرني شوية أمل، شوية هيك إنه الحياة لازم تكمل سموير، وإنه الشهداء ماتوا لنحن نكمل. مش معقول يكونوا ماتوا هيك هدر لنحن نموت وراهم. صحيح، ماتوا لنا لأي سبب ماتوا هشام؟ لسبب جوهري، اللي هو الإهمال، الفساد، النظام السياسي اللي عملناه على مدى 100 سنة بمئوية لبنان الكبير. عمرناه غلط، بلشنا فيه غلط وكمل غلط، وهو ماشي عم بيحصد أرواح يوما بعد يوم. حصد أرواح بال58، وحصد أرواح بال69، وحصد أرواح بال75، وضل يحصد أرواح لل90، وحصد أرواح بال96، وحصد أرواح بال2005 وبال2006، ومروراً بكل المحطات اللي مرقنا فيهم من اغتيالات ومن انفجارات. النظام كله ركب غلط ميشا من الأساس. بلشنا بالعمار غلط، وعم بيوقع طابق ورا طابق. بعتقد هلأ وقت البنايه كلها، وصار في ضرورة وصار في مطلب عند الجميع انه هيدي البناية لازم تتغير، انه هيدا النظام لازم يتغير، ونحن ما بقى فينا نعيش على نفس الاسس ونفس القوانين. بدنا مش معقول اللي صار، منه معقول. ما في طبقة سياسية بالعالم، ما في حاكم بالعالم طير نص عاصمة بانفجار بسبب الاهمال. هيدا مش صاير بالتاريخ. كيف يا عمي نحن اللبنانية، كيف نحن هلا على انستغرام عم نحكي انا وياك وفي 1000 شخص عم يحضرنا؟ ليه نحن ما حرقنا الدنيا؟ ليش طارت نص العاصمة؟ في عندك عاصمة طارت نصها بانفجار. هيدا الله، السؤال هشام، بانفجار. عم بكل كل الخبراء عم بيقولوا انه في حال لو ما ردت الاهراءات ولو ما نصه راح بالبحر كانت انمحت كل بيروت. صحيح صحيح، ونحن عادي كفينا حبيبنا. ولا واحد من هالسياسيين اللي عنا تحرك انهزل له رمش. ولا شيء. كملوا قال تحقيق وعادي، وكنا نعرف بس ما كنا عارفينه هالقد خطير. كأنه عم بيحكوا كأنه كسروا كباية، والله العظيم الحديث مستوي، كأنه فلت شي أسطل، أو كأنه كسروا كباية، أو كأنه هبطت شي بنية عتيقة. لك يا جماعة طارت نص العاصمة، منطقتين من لبنان، من الخايل والأشرفية والجميزي والداون تاون ومنطقة فور، 5 مناطق عقاريا بينتخبوا كل واحد شي. طاروا للأسف الدورة، برج حمود طارت. هشام، وين كانت لحظة الانفجار؟ وكيف كنت انا تلحقت؟ ببيت، انا بيتي بعيد صراحة، انا بيتي بعيد، انا بيتي ببيت مري، بس بيت اهلي بالمصيطبة. كل الازاز طار عندهم. يعني انا امي مرة ختيارة عمرها 75 سنة، بعتقد ما بتنجى من ضرب من ازاز. الحمد لله انه ما كانت حد الازاز. الحمد لله الحمد لله هشام، بس لقيت الخبر عرفت انه هذا الانفجار صار بالعاصمة وطارت نص العاصمة، شو كان احساسك؟ شو كان اول رد فعل عندك؟ خليني اقول انه الصوت كان مهول ببيت مري، ونحن فكرناها هزه ارضيه، وكنا مفكرينها اول شيء رجعنا فكرناها غارات، فكرناها 100 شغله. خفنا كثير هلا لما طلعنا على البلكون لنشوف المشهد، لانه بيروت بتبين من عندي. المشهد كان مريع، يعني انت من هون مبين انه الانفجار بكل بيروت. يعني كانت الدخنه مغطيه كل بيروت، والنار مغطية كل بيروت. كنا مفكرين صراحة انفجار، يعني حسينا بيروت انمحت على الخريطة من عندنا هيك بين. أنا سمعته على صيدا بصراحة، والله سمعته على صيدا وفكرت صاير شي بصيدا، وكان في حدا من الأصحاب على الواتساب عم بيقول صار في انفجار بالأشرفية، رجع قال بالمرفأ، بعد شي ربع ساعة سمعناه بصيدا. اوف، تخيل لوين قديه الانفجار كبير، ايه يعني عن جد والله ما في كلام بيوصف اللي عم نحسه. أنا صار لي جمعة بحالة
يعني لا صدمة لا غضب لا تعبير، ما عم بعرف شو لازم أعمل، عندي كمية غضب بقلبي ما عم بعرف وين بدي فجرها. انا مع انك تخلي الغضب. ها في حدا عم بيقول هون انه بسايبرس سمعوه، مزبوط بقبرص سمعوه، وعطى عندهم اشارات بقبرص، اشارات هزه ارضيه يعني على مقياس مخطر. 4.5 حسبوها بالمقياس شو هيدا؟ الفكري. هذا شو؟ هذا انفجار، هذا اكيد انفجار نووي، اكيد اكيد فيه شيء مش طبيعي، اكيد هذا انفجار غير تقليدي، اكيد نحن شو اللي صار عندنا بلبنان؟ شيء ما صاير بتاريخ الدول بحادث غير عسكري، قصدي اذا كان غير عسكري ما بعرف. شو معلوماتك عن الحادث؟ شو هيك كونت فكرة اللي أولية؟ بيقول لك انه عنده معلومات بعتقد كذاب، اللي اذا في عمل عسكري بصراحه في كل الحجج وكل الاسباب لما حدا يقول انه صار، لانه اللي عمله ما قدر يتحمل النتيجه اللي صدرت عنه، واللي تسبب فيه ما حيقول انه تسبب فيه، يعني اللي حاطط بالبورشي ما حيقول انه انا حاطط بالبورشي، واللي قصف البور اذا في حال، انا عم بقول في حال في صار شيء هيك ما عم حيتحمل نحكي النتيجه اللي صارت. 100% 100%. هشام، شو تعليقك اليوم كمان انه لاقوا او اقروا بانه بمعمل الزوق في كمان مواد متفجره واخذوهم تيقدروا يفجرون؟ وين نحن عايشين؟ باي سوري، نحن بزريبه، نحن منا بدوله، والضربات كلها بتوصل على راس الشعب، ما في حدا من الحكام هالحكام بيتلقوا كل هالضربات. وينك هشام؟ هشام فل، بتمنى انه يرجع يجي. عم يطلبوا مني بعد وجهي على الكاميرا شوي، تكرم عينكم. كونكشن عند هشام عم بيكون شوي مش منيح. صح، حسينا انه بصيدا موجودة، عم بتخبرني وصلت دخنة الانفجار لعنا على الشام. خليني اشوف بس اذا في عندي هشام صار معنا ولا لا. هشام لا، بعد ما وصلت. كلنا عارفين مصيبتنا من شو، بس ما حدا عنده جرأة يقول. لازم كلنا نحب بعضنا قبل ما نطلع ندعي انه منحبك يا لبنان. صحيح، لازم كلنا نحب بعضنا، واول شي على الشعب المسؤولية. الشعب هو اللي بيختار الحكام، الشعب هو اللي بيحمي الحكام، الشعب هو اللي جاب هيدي الطبقة السياسية وبعده عم بمدد لها ويجدد لها ويجدد لها، صار له 40 سنة. عمر لبنان، عمر لبنان 100 سنة، عمر لبنان 100 سنة، 40 منهم، ال40 منهم هن للحكام اللي عايشين نحن معهم اليوم. يعني وصل رجع هشام. حتى هشام سوري وين انا رحت؟ حبيبي، انا كأنه الكونكشن عندي مش منيحة، ما بعرف. عم بكون شوي بقطش اذا بدك. انا طالعة 3G صراحة لحتى اكون مريحة ما راسي. انا كمان طالع 3G انت بصراحة. كمان 3G. كنا عم نحكي عن الانفجار. هشام، اول شيء شو رأيك باللي صار، بالتحقيقات، بالمسؤوليات اللي عم تنكب، باللي ما حدا قدر يقول انا عندي نقطة ذنب؟ هيدي من عوائد الطبقة السياسية اللبنانية، الطبقة السياسية اللبنانية حاطة شغلتين، يا ما خلونا يا الحق على غيرنا مش علينا. ولا 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 حزب سياسي بلبنان بيتحمل مسؤولية أعماله، ولا بيتحمل مسؤولية المراكز اللي هو عنده إياها أو المناصب، واللي بيساعده بهيك شيء هو القاعدة الشعبية تبعيته. ما في قاعدة شعبية بلبنان بتحاسب حزبها، ليه بده يقول إنه أنا مسؤول عن شيء؟ ما هن مألهينهم، ما هن معتبرينهم أشباه آلهة لا يخطئون، ليش بدهم يجي اللي أنت بتعمليه كشبه إله؟ ليه بده يجي يقول لك إنه أنا غلطت؟ ما حيجي يقول لك إنه أنا كانوا عم غلطت. نحكي عن الموضوع. صحيح، كانوا عم بيقولوا لي انه لازم نحب بعضنا نحن كشعب. قلت لهم نحن كشعب علينا المسؤوليه، لانه نحن بنختار الحكام ونحن اللي بنحميهم ونحن اللي بنقلهم ونحن اللي بنحطهم على كتفاتنا وبنمشيهم. هيدي انا رح الطبقه اغير اللي صار محلي، لها،
اوكي رح اغير محلي، اوكي، لانه ماني كتير بدي اقرب على شو اسمه على الشباك لاقطع كونكشن، هيك احسن. اوكي هيدي الطبقه كنت عم اقول صار لها اي كثير منيح، اللي صار لها 100 سنه، لبنان عمره 100 سنه، هيدي الطبقه صار لها 40 سنه نحن عايشين معها، عايشين مع طبقه ظلم، مع طبقه فساد، مع كميه جهل ما بتفهم، يعني مش مقبول بقى شعبنا يكون قاعد عم بزقف بعد لزعيم. يعني صراحه انا ما بعرف شو بدي كمان احكي هشام. يعني انا بعتقد انه الشعب شوي شوي عم بيوعى، نسبة العالم اللي عم تخرج من احزابها ونسبة العالم اللي ما بقى بدها نفس الاحزاب التقليدية بعتقد عم تكبر يوم بعد يوم. هلا نحن بحاجة لوقت كتير، عم تحكي عن طبقة سياسية عمرها 150 سنة، من الجد للبي للولد للحفيد. يعني اليوم كل مناصرين الاحزاب هن مناصرين لاحزاب بياتهم كانوا مناصرين وورطوهم الحزب. بدها توصل لمحل هول الاحزاب بطلوا يعنوا شيء للجيل الموجود، بس يبطلوا يعنوا شيء بحروبهم بناسهم بكل شيء عملوه من قبل، ببطل عندهم مناصرين، بخفوا كتير. وانا برايي يعني تقريبا صار شيء 30% من الشعب اللبناني. أنا نزلت على الأرض، يعني نزلت شفت المنطقة، طلعت على الأدراج. شفت المنطقه البحريه، ما فتت على جميزه وما انا بخايف صراحه، لانه قلبي ما حملني في شوف، بس ما رأيت اضطريت امرق من برا. شيء مش معقول، شيء مش بالخيال. بتعرف ساعتها شو هو حجم الانفجار، وبتعرف انه اللي عم بيصير منه اللي صار منه انفجار حقيقي، انفجار تقليدي، انفجار ما صاير مثله قبل. في بنيات معلوكة، في استركتورات حديد ما بقى مبين منها شيء، شيء غريب عجيب. للأسف أنا صراحة بعد ما قدرت أنزل، أنا كان مفترض أنزل هالجمعة، وصراحة عندي ظروف عائلية عم تخليني أبقى بالجنوب حاليا، ما تنزلي محروق قلبي، ما يعني تنزلي ما بعرف عن جد ما بعرف شو، يعني شو بيصير في إذا نزلت، بس لازم أنزل ولازم خلي كل العالم تعرف شو عم بيصير، ولازم نضوي على اللي عم بيصير، ولازم الشعب اللبناني يوعى بقى من غفوته. ما بقى مسموح نعمل هيك ببيروت، ما بقى مسموح نعمل هيك بلبنان، خلص طفح الكيل. 100 سنة عمر لبنان، هالسنة 2020، ب 2020 مش مسموح يصير معنا هيك، ولا نقطة دم، ولا مفقود، ولا دمعة من أم شهيد تسوى هالطبقة السياسية كلها. الشعب لازم يوعى بقى، ما بعرف يعني ما بعرف لأي متى بدنا ننطر. هشام تركت لك الحكي. البكي على بيروت، بده يلحقوا خطوات حقيقية نقدر نشيل الوضع من اللي هو فيه، ما نضل دايما بس عم نبكي. برأيك رح نقدر نعمل هذا الشيء؟ الشعب لازم، اللبناني رح يقدر شيء؟ ما عندنا خيار، ما عندنا خيار، ما عندنا ما عندنا خيار. خيار. تعليقك لا على اللي صار نهار السبت بالمظاهرات. شو بيكون تعليقي؟ ما بعرف، بعدك عم تحكي عن سلطة مكمشة بالكرسي وعم تقمع شعبها. أنا كنت تحت وبلش قبل ما يصير في محاولة اقتحام ويعلقوا هن وياهم، بلش رمي القنابل المسيلة للدموع على التجمعات السلمية اللي فوق حد جامع محمد الأمين، ما كان في أي محاولة اقتحام بوقتها، وأنا كنت حد هذا الموضوع. فبتحس في إصرار على فكرة بنهار السبت إنه ما يخلوا الجموع توصل للماكسيموم كاباسيتي تبعها، بتبين على الكاميرا انها كثيره، فجربوا يفرقوها من الاول. واضح كان هيك هذا السلطة. الموضوع. هشام شو بتقول للسلطة؟ شو عندك شيء تقول لهم اياه؟ كيف لقيت الاستقالة اليوم وهالضجة اللي صارت وهالضياع اللي صار، وفي استقالة في استقالة؟ انا برايي السلطه عم بتكابر، ولكن اللعبه انتهت صراحه، اللعبه انتهت. لو هلا جابوا حكومه من صلب هيدي السلطه ما ممكن تعيش. المحاصر لك، بدي اقول لك شغله، بتعرفي شغله، ذات الاشخاص رح يعملوا ذات النتائج، وحدا يفكر ذات الاشخاص وذات الذهنيه رح تعمل ذات النتائج. بدنا غير اشخاص، بدنا غير ذهنيه، واهم شيء بدنا غير نظام. نظام المحاصصه الطائفيه، واسمعيني منيح ميشا، هو اللي فجر بيروت. إذا بتطلعي بلائحة المتهمين بتشوفي إنه كل حزب عنده متهم، وبالتالي المرفأ كان مركب من موظف للمستقبل، موظف للتيار الوطني الحر، موظف لحركة أمل، موظف لحزب الله، موظف للحزب التقدمي، كل مركز فيه له حصة فيه حزب.
هيدي الحصه، هيدا الشكل، هيدي المحاصصه هي اللي فجرت المرفأ، لانه كلهم اتفقوا انه ما يقولوا عن ال 2700 طن امونيوم نيتريت، لانه كلهم اتفقوا يسطروا على بعضهم. طلعت العتره على الشعب، طلع الانفجار بالشعب. بس هن كانوا، اذا بتطلع بليسته المتهمين بتطلع بتلاقي المحاصصه تبعيتهم هي اللي فجرتنا. مشان هيك ممنوع النظام بقى يعيش، لانه اذا ما فجرنا بالبور بفجرنا بالمطار بكره، واذا ما فجرنا بالمطار بفجرنا بحادث اهمال على الطريق. صحيح. اليوم اليوم سألت بيعمر طريق، انا بقول لك بيعمروا طريق، المتعاهد بيكون من التيار الوطني الحر، والكونسلتنت بيكون من المستقبل، والدافع مصاري بيكون من حركة أمل، بيتفقوا ثلاثتهم انه انت بتحط بطون اقل، الكونسلتنت بيختم لك، واللي عم يدفع بيقرط نص المصريات، يعني بيدفع لك كأنك عملت كل شيء وبتقسمني بالمصريات. تقشط الطريق بالعالم بالاخر، الاخر شيء الطريق بتقشط بالعالم، ما بتقشط فيهم ثلاثتهم. بس نظام المحاصصة وتقاسم الأرباح بيكون هو اللي فجرنا، هو اللي وقعنا. واخر شيء بيطلعوا هن ابرياء وما خصوا انه قضاء وقدر. هيدا للاسف. هشام حداد عم يحكوا عن اول شيء، شو رايك بزياره ماكرون وشو وصلت لك معلومات عنها، وهل صحيح زيارة رح تتركب هالحكومه على اساس حكومه وحده وطنيه يرجعوا يعلقوا لنا زيت الاشخاص؟ لأقول لك أول شيء، قلت لك ماكرون إجا على لبنان على أمل إنه يحصل على الوساطة الأمريكية، الوساطة مع أمريكا، لأنه هو جرب يعمل نفس المسعى لحكومة وحدة وطنية من شهر على الضبط، ووقف الأمريكاني وقتها رافض لهيدا الموضوع. هلا نحن أكيد اليوم الوضع بلبنان سيء أكثر والوضع حساس أكثر، إجا الفرنساوي باعتبار إنه هو بيشوف كل الأطراف اللبنانية الموضوع الحكومي. هلا في حال استقال سمير جعجع كتلة القوات اللبنانية من مجلس النواب، بيكون الأمال ولحق فيه سعد الحريري وليد جملاط، بيكون الأمريكاني بده يحبط المسعى الفرنسي، لأنه في حال صارت هذه الخطوة تختفي إمكانية حكومة الوحدة الوطنية. في حال ما استقالوا هناك عدة عروض، أو يعني بيكون الأمريكي والفرنسي اتفقوا على الحل في لبنان، إذا بدك على عرض الحل في لبنان مش على الحل. أول حل أو أول عرض حسب ما عم ينحكى بالكواليس هو حكومة حيادية برئاسة حريري بصلاحيات استثنائية. أوكي، هيدا بعتقد حل ما بيقبل فيه الشارع، قد يقبل والعهد صعب يقبل فيه، لأنه حكومة على رأسها سعد الحريري بس ما فيها جبران باسيل، ستكون صعبة على العهد انه يتقبل. فاذا قد تكون لكان حكومة حيادية. بعدين كيف بدها تكون حيادية؟ كيف بدها تكون حيادية وعلى رأس سعد الحريري اللي نحن على رأس سعد الحريري، ولكن اعضاء مستقلين، يعني اذا بدك اعضاء هن منهم الحزبيين. هلا انا برأيي هيدي خزعبلات صراحة. برأيي هيدي خزعبلات، ولكن هيدا احد العروض. ثاني عرض هو حكومة يرأسها احد يسميه الحريري. اوكي، يسميه الحريري على راس مجموعه من الحياديين، يعني هل هو محمد بعصيري او نواف سلام، على راس مجموعه من الحياديين. هلا شو ما كانت الحكومه عندها مهمه تنظيم انتخابات نيابيه مبكره في حزيران 2021، يعني عندها فتره انقاذ أو بتكون حكومه متفق عليها الى حين الانتخابات بموعدها، يعني ادار 2022 بقربوا موعدها ثلاث اشهر فقط لا غير، ادار 22 يعني ساعتها بتعيش بس على في حال ما صار الاتفاق هناك البكاء وصرير الاسنان، لانه في حال ما صار الاتفاق ستتجه تلك الكتل الى الاستقاله، وفي حال اتجهت تلك الكتل الى الاستقاله ببطل في اذا بدك الاكثريه، يعني اكثريه حزب الله والتيار الوطني الحر وحركه الامل، ببطل فيها تسمي الحكومه، لانه ما رح تعمل استشارات لحالها بلا المكون السني والمكون الدرزي، وبالتالي حنروح لحلين، يا اما حكومه عسكريه بتنظم انتخابات نيابيه سنه الجاي، يعني يا بادار يا بحسيران 2021، يا اما بتضل تصريف الاعمال مثل ما هي هلا مع تسخير الجيش للامن. اوكي، مع تسلم الجيش للامن، وبنعمل انتخابات، بتنظم انتخابات بادار او بحزيران.
اها انت شو برايك رح يصير؟ يعني انت اي منطق بالنسبه لك ماشي؟ انا برايي ما بعرف اذا الامريكي سيقبل بعوده المستعمر الفرنسي بالنسبه له، يعتبر تعتبر امريكا ان اوروبا اصبحت عجوز وان امكانيه عودتها للاستعمار هي عوده صعبه اليوم. يعني اليوم يصبح لبنان يعود الى كي يكون موطئ قدم لفرنسا فقط لا غير، هذا صعب. فبعتقد انا الامريكان رح يلاقوا صعوبه انه يعطوا فرنسا اليد المطلقه في لبنان. فانا بعتقد انا ماني مرتاح للامانه، على عكس ما كل العالم فكر انا ماني كثير مرتاح. انا بعتقد نحن عم بخوف، شو بخوف؟ شهرين كثير صعبين، على أي صعيد بالنسبة لك؟ صعيد عسكري، صعيد لو لن يكون هناك حل في لبنان في المدى المنظور سيكون هناك اشتباك شبيه بال 2005. أوف، بتحس إنه بعد في انفجارات وهيك قصص ولا اشتباك سياسي؟ إذا مفكرة هذا آخر انفجار بتكوني متفائلة. أنا صراحة أنا عبالي يطلع انفجار واحد، يكونوا مجموعين كلهم سوا ويطلع الانفجار فيهم كلهم سوا. هيدا صراحة هذا يعني أقصى تمنياتي وما عندي غيره هالحلم. بلبنان هذا ما بيصير. تدولت الأزمة عندنا بلبنان ولا بعد في المكونات تدولت العزم، مدولة من وقت ما بلشت. نحن أصلا ما عندنا ولا أزمة بعدها محلي، كل الأزمات بعدها دولي. الأزمة الاقتصادية هي فقط وسيلة، إذا بدك هي موجودة، سرقوا البلد وعملوا الفساد طبعا، وأصبح لبنان بحاجة لمساعدات خارجية. أنت بمجرد ما تكوني بحاجة للمساعدات الخارجية بتكون أزمتك مدولة، لأنه بصير الخارج بده يفرض عليك إرادته، هذا شيء طبيعي. صحيح. ما فيك تقولي ما تطلب مساعدة من الخارج بعدين تقولي ليش تدولت الأزمة، ما أكيد بدها تتدول الأزمة. هشام، طيب شو الحل؟ وين وشو لازم نعمل؟ نحن كلبنانيين شو لازم نعمل؟ أنا برأيي الحل في لبنان أصبح واضح أكثر وأكثر، حكومة حيادية بصلاحيات استثنائية. ألو، ايه سمعتيني؟ بليز ترجع تعيد لأنه راح الكونكشن. اوكي. الحل بلبنان شو؟ حكومة حيادية بصلاحيات استثنائية تنظم انتخابات، هي للأسف تنظم انتخابات نيابية مبكرة، وتشرف في الفترة الانتقالية على تحقيق محلي مساعدة دولية بحادثة المرفأ، تعمل على إعادة الإعمار وتنظيم المساعدات اللي جاية على لبنان بطريقة شفافة، وإعادة خطة الإنقاذ للسكة الصحيحة. بهيدي الفترة بتكون كمان عم تشتغل على انتخابات نيابية مبكرة. يجب وعلى الشعب اللبناني أن يغير المشهد السياسي من خلال الانتخابات النيابية المبكرة. يشيلنا بقى من انقسام 8 و14 أدار، خلص ما بقى فينا نحن نضل بقوتين بس في لبنان، كل ما يتخانقوا بكربش البلد بده يكون في ثلاثة أربع قوى في لبنان، ثلاث أربع تكتلات، ليصير في غير نوع تحالفات على القليلة لنقدر نطلع من اللي نحن فيه. وأنا برأيي ورح أقولها بصراحة، أصبح من الواجب تقصير ولاية رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد. في العراق اتفقت إيران وأمريكا وعين القاسمي خلال 3 أسابيع بتسوية سريعة في إيران، في العراق عفوا. أوكي. ولاقوا الشرط الذي يؤمن التوازن الإقليمي بين أمريكا وإيران. إيران حافظت على موقعها من خلال حلفائها في الحشد الشعبي، وأمريكا عززت وجودها في المشهد الرسمي العراقي من خلال القاسمي، مع أنه عادل عبد المهدي أو عدنان المالكي رؤساء الوزراء اللي قبل كانوا عم بيأمنوا هذا الشيء، ولكن أمريكا أرادت الدخول في المشهد السياسي رسميا. نحن في لبنان إذا ما صار هذا الاتفاق بين البعد الإقليمي والبعد المحلي بأشخاص بأمنوا هذا التوازن، مثل ما صار بال58 أيام فؤاد شهاب، فؤاد كميل شمعون عمل صدام مع عبد الناصر، إذا فؤاد شهاب أمن التوازن
اتفق مع عبد الناصر وأمن التوازن بين عبد الناصر والبعد المحلي. اليوم نحن بحاجة لقازمي، ثلاثة قازمي في لبنان، قازمي ماروني في رئاسة الجمهورية، قازمي سني في رئاسة مجلس الوزراء، وقازمي شيعي في رئاسة مجلس النواب. لأنه مع أنه أنا ضد الدولة ضد وهول بدون يأمنوا من النظام الطائفي إلى النظام المدني. كنت عم تقلي بدنا ثلاثة قازمي بلبنان، ماروني شيعي وسني، هل هيدا الشيء بيحصل؟ لكن للأمانة في العراق حصل بسرعة، لأنه العراق على الحدود الإيرانية دغري، وإيران تاريخيا تفضل الاستقرار على حدودها، ما بتحب عدم الاستقرار، لأنه تعتبر إيران أنه من بعد سقوط صدام حسين عن غربها وطالبان عن شرقها أصبحت هي في حالة ازدهار، وبالتالي هي بتتجنب أي صدام على حدودها، مشان هيك وصلت لأمريكا مع أمريكا لاتفاق سريع. في لبنان الأمور معقدة أكثر بكثير، لأنه بأمريكا بلبنان المصالح متشابكة وفي صراع، يعني بلبنان مش بس أمريكا بدها حصها، أمريكا بدها حصها، فرنسا بدها حصها، روسيا بدها حصها، إسرائيل عندها مطامع لأنه بتعتبر أنه حزب الله تهديد بالنسبة لها، يعني وجود العدو الصهيوني على حدودنا بيلعب دور، عندنا أشياء معقدة أكثر بكثير، والنظام الطائفي كمان بيلعب دور كثير كبير بتعقيد الأمور. ولكن اللي صار الانفجار اللي صار إذا أخذ أمريكا وفرنسا نحو اتفاق، بعتقد نهاية هيدا الديو أمريكا وفرنسا هو بالتسوية مع حزب الله. أنا برأيي يطمحون إلى الباور شيرينج مع حزب الله. يعني أنا اللي بيروح اليوم الإكستريم ما حدا يفكر إنه أمريكا جاي تكسر الحزب ولا فرنسا جاي، لا هن جايين صراحة يعملوا اتفاق، هيدا على المدى الطويل. هلا شو بيصير بالمخاض العسير على الطريق؟ هيدا ما بعرف، بيصير انفجارات، بيصير ما بعرف شو بيصير. بنهاية المطاف لبنان محكوم بالتسوية، بس أنا بدي هالمرة التسوية تاخذني على تغيير نظام، نروح لنظام لا طائفة، ما بقى فينا نضل عايش بظل سني شيعي. تزبط عنا هيدا بدنا. كنت عم تقول انه بدك عم تقصير ولاية رئيس الجمهورية، وكان عندك تصريح من كذا يوم مع زميلي وفاء شدياء كتير قوي عن الأحزاب وعن كونك كنت إذا بدك بالتيار الوطني الحر عضو سابق بالتيار، وكان عندك العماد مشان عون هو القدوة. خبرني كيف بتشوف اليوم النظرة، كيف عم تشوف اللي عم بيصير معهم، كيف عم تشوف القصص اللي عم تصير لرئيس الجمهورية هلأ؟ أنا أول شيء العالم يمكن فهمت غلط، أنا تركت من 5 سنين، أنا اليوم عملت هذا التصريح، ولكن أنا تركت التيار من 5 سنين، أنا تركت التيار من 2015، أنا أول شيء فقدت الإيمان بالمؤسسة الحزبية من 5 سنين، واليوم اكتمل فقدان إيماني برمز ذلك الحزب. ليش؟ شو شفت؟ شو شافوا كل العالم؟ هل اللي أنا اليوم وقت مشيت مع ميشيل عون سنة 1996 بدخولي بالمجموعة الناشطة للتيار الوطني الحر بجامعة القديس يوسف، فتت كان عمري 18 سنة، وأنا كنت أصلا متأثر بالعماد عون من أنا عمري 12 أيام حرب التحرير. طيب فتت أنا كشاب ودفعت عن كل الشعارات اللي حملها وتظاهرت ضد الوصاية، وقضت العمل الطلابي بالجامعة اليسيئة بوقتها ضد الوصاية، ولحتي إلى حين عودة العماد عون سنة 2005 كان العماد عون جدا منسجم مع طروحاته، وجينا رفع شعار الانتقال من التحرير إلى التحرر. التحرر يعني التحرر من الإقطاعية والعبودية، ولما قال انتقلنا من التحرير إلى التحرر، التحرر كان قصده فيه محاربة الفساد ومحاربة الإقطاع ومحاربة الانتهازية والزبائنية والنظام الطائفي. بلشنا عم نحارب النظام الطائفي، أصبح كل خطابنا حقوق المسيحيين فقط لا غير. بلشنا عم نحارب الإقطاع، ورتنا الحزب بما فيه وبمن فيه بنضالات شبابه إلى الصهر العزيز، وأكيد
من حوالي كل البنات وكل العائلة، كل واحد صار عنده منصب، حاربنا الزبائنية والانتفاع وأصبح لنا حصة بكل محاصصة سياسية بتركب بهيدا البلد. طب أنا اليوم إذا كل العناوين اللي انرفعت بينت إن أوهام، ببين بالآخر إنه ما ائتمنته علي أنا عمري 18 سنة، ما في ائتمنه علي أنا عمري 42 عندي ولدان. مين هو اللي بلبنان اليوم أي رجال عنده عيني بيقول أنا في ائتمن ولادي، ائتمن العماد عون على ولادي؟ ما هي طاروا 120 شخص أهل وولاد بانفجار شال نص العاصمة على عهده وبإشراف حصة من حصصه بالمحاصصة. حلوة هيدي، حصة من حصصه بالمحاصصة.